اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 31 اللي بعنوان البوليجونز اند الباريوجرامز. الدرس بتاع النهارده درس سهل جدا، بيتكلم عن حاجه جديده علينا اسمها البوليجونز. ايه هو البوليجون؟ البوليجون ده كلوزد شيب. اول حاجه تقولها لي لما اقول لك يعني ايه بوليجون، تقول لي يا مستر ده كلوزد شيب، يعني شكل مقفول. طيب اي شكل مقفول او شكل مغلق؟ لا مش اي شكل مغلق، لازم يكون متكون من مجموعه من السايدز. اللاين ده بنسميه سايد، ده كده بنسميه سايد، وده كده سايد. ما ينفعش يكون فيه كيرف، لازم تكون سايدز، والسايدز دي متوصله مع بعض ومقفوله. زي ايه؟ زي ده كده، ادي سايد وادي سايد وادي سايد، الثلاثه متوصلين مع بعض ومقفولين، ده بنسميه ايه؟ بنسميه بوليجون. كل الاشكال دي المقفوله قدامنا كده بنسميها بوليجون. ليه؟ علشان كلوزد شيب. طيب البوليجونز دي عيله كبيره، بديها اسماء على عدد السايدز اللي بتكون الشكل. يعني الشكل ده بوليجون فيه كام سايدز؟ 1 2 3، يبقى على طول اسميه تريانجل. الشكل ده فيه كام سايد؟ 3، يبقى اسمه تريانجل. الشكل ده فيه كام سايدز؟ 3، يبقى اسمه تريانجل. في ايه تاني غير السايدز؟ عندي حاجه اسمها الفيرتكس. النقطة دي كده اسمها فيرتكس، ودي كده اسمها فيرتكس، ودي اسمها فيرتكس، ودي كده اسمها ايه؟ اسمها فيرتكس. فيرتكس يا اولاد يعني رأس او النقطة اللي بيتقابل عندها التو سايدز. يبقى انا عرفت دلوقتي ان اي بوليجون متكون من 3 سايدز بنسميه تريانجل. طيب لو البوليجون ليه 4 سايدز زي الاشكال دي، ادي كده 1 2 3، ادي 4 سايدز، وادي هنا 1 2 3 4 سايدز، وهنا 1 2 3 ادي 4 سايدز، وده برضو ليه 4 سايدز. اي بوليجون ليه 4 سايدز ليه اسم، الاسم بتاعه ايه؟ كوادريلاترال. كوادريلاترال يعني لما اجي اقول لك ايه هو الكوادريلاترال، تقول لي يا مستر ده بوليجون يعني كلوزد شيب متكون من سايدز ولازم يكونوا 4 سايدز. وطالما موجود 4 سايدز لازم هنلاقي 4 فيرتيسيز اهم، ادي 1 2 3 اند 4. طب نيجي هنا ادي 1 2 3 اند ايه؟ اند 4. خلاص يبقى ال 3 سايدز اسمه تريانجل، ال 4 سايدز اسمه كوادريلاترال. طب وبالنسبه لو ليه 5 سايدز زي ده كده، ادي 1 ادي سايد اهو وادي سايد اهو وادي سايد وادي سايد وادي سايد، لو ليه 5 سايدز يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه بنتاجون. اهو ادي 1 2 3 4 اند 5. وطالما ليه 5 سايدز يبقى لازم يكون ليه برضه 5 فيرتيسيز، ادي 1 2 3 4 اند 5. دي لوحدها اسمها فيرتكس، ودي كده انذر فيرتكس. لما نيجي نقول اكتر من فيرتكس بنسميها فيرتيسيز، يعني كلمه فيرتيسيز ده البلورال بتاع فيرتكس. طيب لو ليه 6 سايدز بنسميه ايه؟ بنسميه هيكساجون. اهو 1 2 3 4 5 اند 6، 1 2 3 4 5 اند 6. يبقى البوليجون او الكلوزد شيب اللي متكون من 6 سايدز which has 6 سايدز its name is هيكساجون. طيب ولو كان متكون من 8 سايدز يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اوكتاجون. اهو ادي 1 2 3 4 5 6 7 اند 8. طب الشكل ده يا ولاد هل هو اوكتاجون؟ يلا نعد السايدز، ادي 1 2 3 4 5، كل ده كده 6 وادي كده 7 وادي كده ايه؟ وادي كده 8. طالما متكون من 8 سايدز وكلهم مقفولين على بعض عاملين كلوزد شيب يبقى على طول اسمه ايه؟ اسمه بوليجون. يبقى انا الحته دي يهمني تعرفوا فيها ايه؟ لازم نعرف الاسماء. تقول لي كده ان التريانجل 3 سايدز، الكوادريلاترال 4 سايدز، البنتاجون 5 سايدز، والكلمات دي لازم تعرف تكتبها كويس كمان، يعني تعرفها بالنطق وتعرفها بالكتابه. وما ننساش ان عدد السايدز قد الفيرتيسيز بالظبط. طيب تعال ناخد تشيك كده بسيط. بيقول لي هنا Are the following figures polygons? Take the polygons. يعني نعلم صح على البوليجونز، واكسب لين هواي اور هواي نوت. ولو بوليجون قول ليه، ولو مش بوليجون هنقول نوت ليه. المنظر ده بوليجون اور نوت؟
احنا شايفين سايدز اهي متكون من سايدز والسايدز كلها مقفوله. طب هو كام سايد؟ ادي 1 2 3 4 اند 5 مقفولين. اه مقفولين، يبقى ده على طول بوليجون. طب اسمه ايه؟ اسمه بنتاجون، عشان 5 سايدز. طيب نيجي نشوف هنا ايه اللي احنا شايفينه قدامنا. شايفين كلوزد شيب، يعني ده بوليجون؟ لا مش بوليجون. هتقول لي يا مستر ما انت قلت لنا ان هو كلوزد شيب يعني شكل مقفول. اه شكل مقفول بس ما يكونش فيه كيرفز. اللي احنا شايفينه قدامنا ده سيركل، والسيركل عباره عن كلوزد كيرف، يعني كيرف مقفول. احنا مش عايزين كيرف مقفول، احنا عايزين سايدز. هل هنا في سايدز؟ مفيش سايدز خالص. هل في فيرتيسيز؟ مفيش فيرتيسيز خالص، يبقى مش بوليجون. طب يلا هنا شايفين ايه؟ شايفين كلوزد شيب متكون من سايدز. اه متكون من سايدز. كام سايد؟ ادي 1 2 3 4 5 اند 6. يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه هيكساجون، يبقى ده بوليجون. طب نيجي نشوف ده، ده بوليجون؟ اه ليه؟ ما هو شكل مقفول قدامنا. سايدز ولا مش سايدز؟ اه سايدز. هل في كيرف؟ مفيش كيرفات خالص. طب كم سايد؟ ادي 1 2 3 4 5 اند 6. يبقى اسمه برضو هيكساجون. طب مين ده؟ ده حاجه احنا عارفينها كلنا، التريانجل. ده من العيله بتاعت البوليجونز، عشان ليه كام سايدز؟ 1 2 3، ليه 3 سايدز مقفولين. طب يلا نبص هنا، ده كلوزد شيب. اه كلوزد شيب، بس في مشكله، في عندي هنا اهو ده كيرف، وطالما عندي كيرف اهو، في كيرف اهو، طالما عندي كيرف يبقى ما ينفعش نقول ان هو ايه؟ بوليجون. يبقى ده مش بوليجون، يبقى ده مش بوليجون وده مش بوليجون، عشان it has curve، في كيرف. طيب نيجي نشوف هنا ده ايه ده؟ ده كيوب. هل الكيوب بوليجون؟ لا الكيوب مش بوليجون. ليه؟ ما هو في سايدز اهي. ايوه بس ده اسمه 3 دايمنشنال. يعني ايه 3 دايمنشنال؟ يعني ينفع نمسكه بايدينا كده، لكن ده يترسم بس على ايه؟ على الورقه. الاشكال دي كلها بنسميها 2 دايمنشنال، لكن ده اسمه 3 دايمنشنال. اللي هو ايه؟ اللي هو السوليد. سوليد يعني حاجه ينفع نمسكها بايدينا كده. يلا مع بعضنا نحل البراكتس ده. بيقول لي ديتيرمين هاو ميني سايدز اند فيرتسيز ايتش شيب هاز، then check if the shape is a polygon or not. كلمة shape يعني الشكل، الشكل اللي قدامنا ده يا ولاد اسمه ايه؟ اسمه triangle. ليه؟ عشان ليه 3 sides اهم، ادي side وادي side وادي sides. يبقى sides عندي كام؟ 3. طب ال vertices ادي vertex وادي vertex وادي vertex، يبقوا كام vertices؟ 3. طيب polygon ولا not؟ لا polygon طبعا. طيب يلا اللي بعديه، ترابيزيوم. الشكل ده عندي بنسميه ايه؟ بنسميه ترابيزيوم. بنلاقي تو سايدز كده قدام بعض وتو سايدز مختلفين. ليه كام سايد؟ 1 2 3 4، يبقى ليه 4 سايدز. وطالما ليه 4 سايدز يبقى ليه 4 فيرتيسيز، 1 2 3 اند 4. وطبعا بوليجون. الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه ريكتانجل. الريكتانجل ليه كام سايدز؟ 1 2 3 اند 4. وليه كام فيرتيسيز؟ 1 2 3 اند 4. وطبعا بوليجون عشان ليه 4 سايدز والفور سايدز كلوزد. طيب اللي بعد كده ده اسمه ايه؟ ده اسمه بنتاجون. ليه كام سايدز؟ 1 2 3 4 اند 5. ليه كام فيرتيسيز؟ ادي 1 2 3 4 اند 5 و 5 فيرتيسيز. وطبعا بوليجون. السكوير ليه كام سايد؟ 1 2 3 4. ليه كام فيرتكس؟ 1 2 3 اند 4. وطبعا بوليجون. طب يلا السيركل. السيركل ليها سايدز؟ لا ده السيركل عباره عن كيرف وملهاش فيرتسيز، ما عندهاش فيرتكس برضو. يبقى السايدز 0 والفيرتسيز 0 ونوت بوليجون. السيركل نوت بوليجون. طب يلا الهكساجون ليه كام سايد؟ 1 2 3 4 5 اند 6. وطالما ليه 6 سايدز يبقى ليه 6 فيرتسيز وبوليجون. ها الرومبس 1 2 3 اند 4، ليه 4 سايدز. ليه كام فيرتكس؟ 1 2 3 اند 4 و4 فيرتكس.
وطبعا بوليجون. يلا حبايبي نشوف ليرنينج بوينت. هنتعرف على حاجة اسمها الباراليلوجرام. ايه هو الباراليلوجرام؟ ده عبارة عن بوليجون ليه فور سايدز، واحنا قلنا ان البوليجون اللي ليه فور سايدز اسمه ايه؟ اسمه كوادري لاترال. يبقى الكوادري لاترال ده عيلة كبيرة اللي هي بتتكون من فور سايدز. الباراليلوجرام ده شكل متكون من فور سايدز، يعني ممكن اقول عليه كوادري لاترال. بس بنلاقي فيه حاجة مهمة قوي، بنلاقي ايه؟ كل تو سايدز قدام بعض بنلاقيهم قد بعض في اللينس، ايكوال ان لينس، اند حاجة تانية مهمة جدا هنعرفها، اند بارلل. يعني ايه كلمة بارلل؟ بارلل يعني قدام بعض بالظبط، يعني ماشيين، ده ماشي كده وده ماشي قدامه بالظبط، والسايد ده اهو ماشي كده اهو وده ماشي قدامه بالظبط. يعني لما نيجي نبص كده ونتخيل البارلل ده عبارة عن ايه، بص على الرولر بتاعتك هتلاقي ادي سايد وادي سايد جنبه بالظبط، ماشي جنبه بالظبط. التو سايدز دول بنسميهم بارلل. القضيب عندي بتاع القطر ده ماشي كده وده ماشي جنبه بالظبط. طب لو عندي كتاب السايد ده كده والسايد ده كده ماشيين قدام بعض بالظبط، لما نلاقي اللاينز قدام بعضها بنسميها ايه؟ بنسميها بارلل. اوكي، ايه اهم حاجة لازم نعرفها عن البارلل لاينز؟ ان هما نيفر انترسكت. يعني ايه نيفر انترسكت؟ ان هما عمرهم ما يخشوا في بعض ابدا وما ينفعش يتقاطعوا. طيب تعالوا نشوف اللي تشيك ديت. احنا قلنا من شوية ايه، ان انا عندي حاجة اسمها البارلوجرام. البارلوجرام ده بالظبط كوادريلاترال، يعني ليه فور سايدز، بس الفور سايدز دول لازم الاقي السايد ده والسايد ده الاتنين قد بعض وبارلل، والسايد ده والسايد ده الاتنين قد بعض وبارلل. يوم ما نلاقي كوادريلاترال في each two opposite sides are equal and parallel بنسميه على طول باراليلوجرام، يعني شكل السايدز اللي فيه اللي قدام بعض بارلل. طيب مين بقى اخوات الباراليلوجرام اللي معاه في نفس العيله؟ الريكتانجل والسكوير والرومبس. يعني الريكتانجل والسكوير والرومبس ممكن نقول عليهم باريلوجرام. طب ليه؟ تعالوا نبصوا هنا كده على الريكتانجل ده. ده كده ريكتانجل. الريكتانجل ده فيه ايه؟ السايد ده كده اهو والسايد اهو، الاتنين دول مالهم؟ الاتنين دول بارلل وقد بعض، والسايد ده والسايد ده برضو الاتنين دول بارلل وقد بعض. يبقى على طول بنسميه ايه؟ باريلوجرام. يبقى ده كده ينفع معايا باريلوجرام. طب والشكل ده برضو باريلوجرام. ليه؟ ده كده وده كده بارلل، وده كده وده كده الاثنين ايه؟ بارلل وقد بعض، يبقى باريلوجرام على طول. طب ده هل ده باريلوجرام؟ الباريلوجرام لازم يبقى كوادريلاترال، يعني لازم يكون فور سايدز، لازم يكون كواد ري لاترال. هل ده يا ولاد فور سايدز؟ ده عندي كام سايد؟ 1 2 3 4 5 6، ده هيكساجون، يبقى ما ينفعش ابدا نقول عليه باراليلوجرام. طب ده سكوير، يلا نبص على الفور سايدز بتوعه، السايد ده والسايد ده قد بعض وبارلل، والسايد ده والسايد ده قد بعض وبارلل، يبقى على طول باراليلوجرام من نفس العيله. طب يلا نشوف هنا الترابيزيوم. ترابيزيوم بنلاقي ايه؟ السايد ده والسايد ده بارلل، يعني ايه؟ مش ده ماشي كده وده ماشي قدامه وعمرهم ما هيتقطعوا. لكن هل يا ولاد السايد ده والسايد ده قد بعض؟ لا مش قد بعض، يبقى ما ينفعش ابدا نقول عليه باراليلوجرام. طب نبص هنا، ده برضو ترابيزيوم، السايد ده والسايد ده الاثنين بارلل لكن مش ايكوال، ده اصغر من ده، يبقى برضو ما ينفعش نقول عليه باراليلوجرام. طب يلا هنا ده بنسميه رومبس، السايد ده والسايد ده قد بعض وبارلل، والسايد ده والسايد ده قد بعض وبارلل، يبقى على طول باراليلوجرام. هنا ده ما ينفعش اصلا يكون بوليجون، ده فيه كيرف، يبقى ده كده ايه؟ نوت باراليلوجرام. يلا نشوف انذر براكتس. بيقول لي رايت ذا كلرز اوف ايتش بير اوف بارلل لاينز، ذا فيرست وان از دان فور يو. نيجي نبص هنا، مين اللاينز اللي بارلل؟ اللاين اللي هو البلو
والجرين، ده ماشي كده اهو وده ماشي كده اهو، عمرهم ما يخشوا في بعض ابدا، يبقى الاثنين دول بنسميهم بارلل. طب يلا هنا مين البارلل لاينز؟ مين الاثنين اللي ماشيين جنب بعض ومش هيخشوا في بعض ابدا؟ واضح جدا ان هو البلو مع الاورنج، يبقى البلو والايه والاورنج. يلا هنا مين البارلل لاينز اللي عمرهم ما هيخشوا في بعض ابدا؟ ينفع نقول الجرين؟ لا، الجرين هنا داخل في الاورنج وداخل في البلو. ينفع نقول ده وده هما مش داخلين في بعض؟ لا، بس لو مشينا ده لو مشي قدام كده وده لو مشي قدام كده هيخشوا في بعض، يبقى الاثنين دول مش بارلل، مش ماشيين جنب بعض بالظبط. امال مين اللي ماشيين جنب بعض بالظبط؟ اهو الاورنج اهو والبلو ماشيين جنب بعض بالظبط، عمرهم ما هيخشوا في بعض ابدا. يبقى هنا برضو البلو والايه والاورنج. يلا هنا مين اللي ماشيين جنب بعض بالظبط ومش هيحصل لهم انترسكشن، مش هيخشوا في بعض؟ واضح ان هو ده وده، ده كده وده كده، لكن البلو ده هيخش فيهم هما الاثنين، يبقى ما ينفعش ده وده يكونوا بارلل، وما ينفعش ده وده يكونوا بارلل، يبقى لازم ده وده، يبقى الجرين والايه والبلاك. يلا اللي بعد كده بيقول لي هنا كروس اوت the shape that doesn't show a barogram، يعني اللي مش باريوجرام نعمل عليه كروس. هنا السيركل باريوجرام؟ لا طبعا نعمل عليه كروس. ده لا باريوجرام، ليه؟ لان السايد ده والسايد ده بارلل وقد بعض، والسايد ده والسايد ده بارلل وقد بعض. طب يلا هنا السايد ده والسايد ده بارلل وقد بعض، والسايد ده والسايد ده بارلل وقد بعض، يبقى برضو ده باريوجرام. طيب ده اصلا مش بوليجون، ده كيرف، ده كلوزد كيرف، يبقى ده لا، ده سكوير. السايد ده قد السايد ده والسايد ده قد السايد ده، وده وده بارلل وده وده بارلل، يبقى ايه؟ يبقى فعلا باريوجرام. طب نيجي نبص هنا، السايد ده يا اولاد بارلل للسايد ده، لكن ناخد بالنا السايد ده والسايد ده مش ايكوال، ده لازم يكونوا هما الاثنين بارلل وايكوال، يبقى ده ما ينفعش نقول عليه باريوجرام. وهنا لا طبعا الباريوجرام كوادريلاترال، يعني ليه فور سايدز، يبقى ده لا. طب ده تريانجل، ينفع اقول على التريانجل باريوجرام؟ لا طبعا، لان التريانجل 3 سايدز والباريوجرام 4 سايدز، يبقى ده كده ايه؟ رونج. طب نبص على ده، ليه كام سايد؟ 1 2 3 4، يبقى ده كوادريلاترال. لما نشوف بقى هيطلع باريوجرام ولا لا، هل كل 2 سايدز قدام بعض ايكوال وبارلل ولا لا؟ السايد ده والسايد ده الاثنين ايكوال وبارلل، والسايد ده والسايد ده الاثنين ايكوال وبارلل، يبقى ايه؟ ينفع يكون باريوجرام. يبقى مين هم الاكزامبلز اللي على الباريوجرام؟ الريكتانجل اللي هو ده، وممكن نقول السكوير، وممكن نقول الرومبس. كل دول من نفس العيله بتاعت الايه؟ الباريوجرام. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، درس سهل جدا وجميل. عايزكم تحفظوا الاسماء بتاعت البوليجونز على حسب السايدز، لما يكون 3 سايدز لازم نعرف ان اسمه تريانجل، لما يكون 4 سايدز نعرف ان اسمه كوادريلاترال اند سو اون. ومهم جدا نعرف في الحته دي يعني ايه باريوجرام. الباريوجرام ده شكل متكون من 4 سايدز ولازم each two opposite sides are equal and parallel. يعني الدرس النهارده لازم نحفظ الاستيتمنت دي، لازم نحفظ الجمله دي كويس جدا. Each two opposite sides are equal and parallel. يلا وبالتوفيق لكم ان شاء الله.